مرحبا بكل مشاهدين أينما كنتم. تمر الأيام والوقت لا يضيع داخل أكاديمية التفوق الرياضي إسباير، وكل أسبوع يوجد الجديد. في حلقة اليوم: مؤتمر عالمي لاكتشاف المواهب في إسباير، طلاب إسباير ينضمون لمعسكر منتخب قطر تحت 19 عام، ندوة تربوية عن الروح الرياضية داخل الأكاديمية، إسباير تنجح في احتضان بطولة كأس التحدي للجمباز، فرق ألمانية وبلجيكية في مواجهة فرق الأكاديمية. اكتشاف المواهب الصغيرة لكي تصبح أبطالا في المستقبل في مختلف الرياضات هي عملة نادرة هذه الأيام، وتستثمر وتسعى معظم دول العالم لاكتشافهم لكي يمثلوها في المحافل الدولية. نظمت الأكاديمية مؤتمرا عالميا عن كيفية التعرف على المواهب الصغيرة، والذي حضره نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم. المؤتمر هذا سيقوم على مدى يومين إن شاء الله، سيناقش العديد من القضايا التي تخص اكتشاف المواهب في جميع أنحاء دول العالم بمشاركة قوية جدا، فيه مجموعات أو جروبات جايتنا من أمريكا، من إنجلترا، من جنوب أفريقيا، سنغافور، اليابان، أستراليا، من دول كثير لهم باع طويل في اكتشاف المواهب، وهم أساسا عمداء كليات في جامعات في معاهد في دولهم. فأتوقع إن شاء الله أن المردود راح يكون إيجابي بما فيه الكفاية لإثراء برنامج أو اكتشاف المواهب في دولة قطر إن شاء الله. من أهم نقاط المؤتمر أن يوجد عدة عوامل تساعد على اكتشاف الموهبة، مثل جينات الآباء، بيئة التنشئة، والتجهيزات المتاحة، وليس فقط الاعتماد على المهارات الفردية. Identifying the skills of young players is quite difficult. As we all see, skills change very rapidly. So from my personal perspective, I think we've got to be very careful not to deselect athletes based on skill development, because it is something that can change quite quickly. A new coach finds a way to communicate with the player and they learn a technique that they haven't learned before. So for me, the importance is to keep as many athletes participating so that their skills will develop at the time that's right for them. بالتأكيد التعداد السكاني للدول يتيح فرصة أكبر لمعرفة واكتشاف المواهب. Looking for talented athletes is, I think, a big business all over the world. And one of the limitations, of course, is population size to begin with. This is why you see small countries may not be represented at the highest levels of competition. There simply aren't enough people. But with the process like here at Aspire, where they're systematically and carefully looking for youngsters and working with them to lead them along the way, you always will have the potential. تسعى الأكاديمية إلى المعرفة والبحث الدائم في مجال الرياضة لتطبيقه على طلابها والوصول بهم إلى أبعد مدى. One of the major problems that we have in sports performance is trying to identify future talent and future potential. A lot of countries invest a lot of money in trying to find the secrets of success in sport. And up until now, those systems operate in different ways in different countries. So what this conference is an attempt to do is bring all the evidence-based knowledge to the country so that we can hopefully utilize it to find students, student athletes for the future of the state of Qatar that can represent Qatar in 10, 15, 20 years time. الأكاديمية تتطلع دائما للمستقبل، وهدفها هو ريادة الرياضة القطرية والتواجد الدائم على الساحة الرياضية العالمية من خلال الأبحاث والإنجازات. منتخب قطر تحت 19 عام يستعد لبطولة آسيا للشباب التي ستقام في ميانمار بعدة معسكرات خارجية،
آخرها معسكر البرتغال الذي استمر لمدة 7 أيام وتخلله مباريتين وديتين أمام منتخبي الجابون والبرتغال. هذا المنتخب هو مشروع الأمل في أكاديمية سباير من حيث اللاعبين والجهاز الفني والطبي، ومن حرص سباير الدائم على متابعة طلابها كنا متواجدين في هذا المعسكر لمتابعة اللاعبين وأدائهم ونتائج المنتخب القطري. في هذا المعسكر في البرتغال في لشبونة، ويعتبر المعسكر الرابع لفريقنا، وفي المعسكر هذا إن شاء الله عندنا أهداف مثل المعسكرات الأخرى. الهدف الرئيسي هو تشريك أكبر عدد من اللعيبة في المعسكر هذا، في لعيبة جدد انضموا للفريق، وفي لعيبة القدم اللي كانوا مصابين من فترات يعني طويلة شوية بعد تأهل لكأس غرب آسيا. أعتبر إنه المعسكر هذا فرصة كبيرة للعيبة هذم عشان يرجعوا لمستواهم، عشان نكتشف اللعيبة الجدد اللي ضمناها من الفريق. أولى اللقاءات كانت أمام منتخب الجابون، وانتهى اللقاء لصالح المنتخب الجابوني 3-0، على الرغم من وصول المنتخب القطري لأكثر من مرة لمرمى الجابون، ولكن غاب التوفيق عن شباب الأكاديمية. السفر المستمر في المعسكرات الخارجية ربما يضر الطلاب من الناحية الدراسية، ولكن الأكاديمية حريصة على تواجد المدرسين في مختلف المواد دائما برفقة الطلاب. I'm here in Portugal as part of the Hope project with the Qatar under 19 football team. I'm with Jassim Alshamri, and we've had a spell in Villarreal with myself, Jassim and Akram Afif. Jasmine's level 12, and we're here at the moment with 4 other teachers in Portugal to support their learning, make sure they continue their learning, and they're as prepared as possible for their both midterm and final exams, as level 12 is an important year for them. الأكاديمية ما قصرت معانا، جابتنا مدرسين يعني حتى وإحنا برا قطر يرسلونا مدرسين لكل واحد والبلد اللي هو فيها والنادي اللي هو فيه، ويدرسون المدرسين يعني يخلصون معانا المنهج. ومو بس شيء، حتى يوم جينا مع المنتخب بني البرتغال لشبونه بعد المدرسين يروحون معانا يخلصون معانا، اللي يعني حتى يستغلون كل الفترات عشان نقدر نخلص المنهج ونكون يعني مستوعبين كل شيء. اللقاء الثاني للمنتخب القطري كان أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز بصعوبة بنتيجة 1-0. وشهد هذا اللقاء تألق معظم طلاب سباير مشروع الأمل الذين يتدربون في كبرى الأندية الأوروبية مثل فياريال وأتلتيكو مدريد الأسبانيين، موناكو الفرنسي، وأوبين البلجيكي. أكيد مستوى التطور من ناحية التكنيك ومن ناحية اللياقة، هناك وايد يعني يهتمون في اللياقة البدنية، وقاعد أتطور شوي. قاعد أمارس هو الاحتراف يعني، خاصة إن أنا قاعد ألعب مع فريق أوروبي يعني احسن منه يعني في اللعبه في المجال، وخاصه انه يعني قاعد يعطيني فرصه اني اتدرب مع الفريق الاول، احتك معاهم اكثر. هذه فرصه كبيره لنا، متاحه لنا من سباير، نشكر سباير على هذه الفرصه. فكروا في منتخبنا في 2022 عشان يتطور،
وشيء حلو ان نلعب برا وكسمعة القطر اهم شيء، ونتعلم من الاوروبيين اشياء كثيره، منها الالتزام والقوه في التمرين والجديه. يعني احنا في اشياء وايد متاخرين عنهم، بس احنا تعلمنا منهم الحين واستفدنا اشياء كثيره. سنتابع باستمرار نتائج واخبار طلاب اسباير الذين يمثلون القوام الاساسي لمنتخبات قطر المختلفه اينما ذهبوا واينما كانوا. لما نتكلم عن السلوك الرياضي، تدري ليش هنتكلم عن السلوك الرياضي اليوم؟ كثير من اللاعبين تحبونهم وعالمين ما شاء الله مشهورين ولعبة فن، لكن تنصدم لما تسمع خبر عن هذا اللاعب اللي نحبه واللي الناس تموت بلعبه واللي الناس أي مباراة يطلع فيها تتابعها من أول. تنصدم لما تسمع أن هذا اللاعب مقبوض عليه في جريمة مخدرات ولا جريمة جنائية ولا جريمة سيئة ولا الرجل معتدي على ناس ولا، تنصدم صح؟ تقول أفا هذا اللاعب اللي حنا نحب لعبه إيش في كذي أخلاقه؟ ليش إنسان سيء؟ تنصدم، تصير أنت أحد أمرين عاد بعدين، إما أنك تعتبر أن الجريمة عادي، إيش فيها الواحد لما يسوي الشيء هذا؟ هذا التعصب الأعمى يسمونه، أو أنك تقول لا للأسف هذا الإنسان ما يستحق واحد يجعله نجم ويجعله محبوبي ويجعله قدوتي، فلهذا أبحث عن لاعب ثاني أفضل لي منه. الأخلاق والروح الرياضية جزءاً لا يتجزأ من قوانين الرياضة، وتسعى أكاديمية التفوق العلمي سباير لتنشئة طالب رياضي متكامل على العلم والرياضة والأخلاق. نظمت الأكاديمية الأسبوع الماضي ندوة تربوية بعنوان سلوك الرياضي المحترم، وتحدث فيها الداعية الإسلامي نبيل العوضي عن كيفية ضبط النفس للاعب. واحد طاح عليك عورك بدون ما يقصد، يا أخي كل إنسان يخطئ، وإحنا طبيعتنا اليوم أنا أخطأ علي واحد في اللعب باكر أنا أخطأ على غيري، هذا طبيعة اللعب أصلا، يصير أحيانا عنف غير مقصود. القوي منه القوي؟ القوي اللي لما يصير مبررات الغضب يمسك نفسه، هنا القوي، مو القوي اللي يمسك ويطق ويبين للجمهور شوفه أخذ حقي، أنت ضعيف. الآن اللي يمسك اللي يكسره واللي يؤذيه قد يكون قاصد حتى لو، لكن لما عصب أمسك أرد عليه الغلطة مرتين والصاع صاعين أنت أضعف الناس. العامل الروحي له دور أساسي في تكوين شخصية الطالب الأخلاقية، ولكن لا بد من التكرار لتثبيت قيمة العفو والمسامحة لدى الطلاب. احنا الكبار احنا تأثرنا، فهذه انا اقول لك ممكن يكون دافع ايجابي، لكن محتاج احنا نحمل المسؤولية اكثر ان احنا نكمل. يعني مثل ما تعرف الولد محتاج من فترة لفترة ترد تكلمه مرة ثانية ومرة ثالثة وتذكره بعض الامور، فاحنا دورنا اكيد ان احنا راح نركز على القيمة بشكل اكبر، وراح نعطيها اكثر من محاضرة، وراح نحاول نقيمها في 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 معسكرات داخلية وإلى آخره، وبالتالي احنا ان شاء الله نتأكد ان عيالنا خذوا القيمة هذه ان شاء الله. بالإضافة للطلاب، تابع الندوة عدد كبير من أساتذة الأكاديمية، ووجه لهم دكتور نبيل العوضي رسالة هامة. لا نركز فقط على الجانب العلمي، انت مربي قبل ما تكون مدرس، انت مربي في الدرجة الأولى بعدين معلم، بعدين تعلمهم المواد النظرية. هنا الإخوان ما شاء الله حريصين، تحدي كبير، الشباب معطينا حياتهم ووقتهم وجهدهم أشكالهم، وهم متفاعلين معاي بنسبة 99% أشوفهم مو أي ناس مو أي نوعية. أنا أقول حق القائمين على هذه الأكاديمية، الله عطاكم نعمة لا تفرطوا فيها، طلعوا لنا شباب أوائل في العلم أوائل في الأخلاق نجوم في الرياضة. في ختام الندوة
تم التقاط بعد الصور التذكارية للدكتور العوضي مع طلاب الأكاديمية، والذي وعدهم بالمجيء مرة أخرى والتحدث معهم بشكل أطول. برهنت أكاديمية سباير إنها على استعداد تام لاستقبال كبرى المسابقات العالمية في جميع الرياضات وتوفير كل الأدوات والأجهزة المتاحة لديها لإنجاح البطولات مهما كانت الصعوبات. فبالتعاون مع الاتحاد القطري للجمباز احتضنت كالمعتاد الأكاديمية بطولة التحدي العالمية السابعة للجمباز الفني، والذي يشارك بها هذا العام رقم قياسي من حيث الرياضيين والدول، ووصل عددهم إلى 34 دولة من مختلف القارات و139 رياضيا. هناك علاقة وطيدة ما بين الاتحاد وما بين أسباير، وبالخصوص في تنظيم الأحداث الرياضية لما تتمتع بأسباير وأكاديمية أسباير أو قبة أسباير، أحد المعالم الرياضية الرائعة في دولة قطر وأبرز المعالم الرياضية على مستوى العالم. تضيف دائما العامل النجاح الأكبر لما تحتوي من بنية تحتية تتميز بها وتتفرج بها على مستوى العالم، يعني لأن كل من شارك في هذه البطولة أو النسخ السابقة كل انبهر من الوهلة الأولى من دخوله إلى هذه القبة، إلى هذا الصرح الشامخ. على مدار 3 أيام زمن البطولة استطاعت الأكاديمية توفير كل الأجهزة لكل المسابقات، بالإضافة للتنظيم الرائع الذي أشاد به جميع اللاعبين المشاركين ورؤساء الاتحادات وممثل الاتحاد الدولي. Well, there's no question of all the World Challenge Cups in the world, this is the best facility hands down. You have a podium and the support from the staff and the Aspire Center, it's unprecedented. بعد نجاح قطر في استضافة العديد من البطولات العالمية والقارية، يوجد حلم وهدف آخر، وهو استضافة كأس العالم للجمباز لعام 2018. كان هناك أهداف ورؤية لاستضافة هذه البطولات السابعة، أن يأتي اليوم لنطرح استضافة بطولة العالم 2018، فكل الإمكانيات هي اللي ساهمت لأعطائنا الفرصة والشجاعة لتقديم هذا الملف، وأيضا بأريحية بهذا واقع. يعني المنشآت الإسباير يعني لها دعم كبير في تقديم الملف، دعم اللجنة الأولمبية، الاتحاد القطري للجمباز، الأشخاص الأصدقاء في الدول العالم، الكل صراحة يثني على إقامة واستضافة قطر ل 2018، وهذا أيضا أعطانا يعني ثقة بالنفس وثقة أيضا بالكوادر. مع نهاية اليوم الأخير أسدل الستار على أقوى بطولات العالم، وتم توزيع الميداليات على الفائزين بحضور آلاف من المشجعين في أجواء مليئة بالروح الرياضية والسلام والمحبة تحت قبة سباير، قبة التفوق الرياضي. الدورات الودية لا تنتهي داخل أكاديمية سباير، وكل أسبوع تتواجد الأندية المختلفة من جميع القارات والبلدان بدعوة من سباير لإجراء المباريات مع الفئات العمرية المختلفة.
خلال الأسبوع الماضي تواجد فريقين من قارة أوروبا وهم جنك البلجيكي وفولفسبورغ الألماني لمواجهة فرق الأكاديمية تحت 11 و10 أعوام، وتم الاتفاق قبل البطولة على أن يكون لكل فئة عمرية فريقين. في اليوم الأول تفوق الفريق البلجيكي بفئتيه العمرية على فرق سباير وأحرزوا العديد من الأهداف، أما الفريق الألماني فقد فاز في لقاء وتعادل في اللحظات الأخيرة في اللقاء الآخر. What happened was a 2-2 draw, but a very good game, a high quality game against a good team from Germany. I think it was a tough game for our boys because the level in Europe is much higher than here in Qatar. And I think it's a very important experience for our boys to play these games. هذه الفئة العمرية تعتبر بداية مرحلة احتراف عالم كرة القدم. كيف يستطيع المدرب توصيل تعليماته للاعبين على الرغم من صغر أعمارهم؟ The quality of the trainer, there's the you have to not allow not the important thing is to get the results. But I think also, how do you work with a child? A child is 9-10 years old. It's mental also. It is not always technical, not always tactical. But also, how do I tell something about your children? To be honest with you, I don't give a lot of information. I only give a small piece of information every time. And the most important thing is that they discover the game. So no need to give them a lot of information. In the game, they will discover everything. So we are just trying to help them, and we want them to make their own choices during the match. And that is the best thing for the future. مع بداية مباريات اليوم الثاني استطاعت فرق سباير الصمود والتفوق على الفريق الألماني في كلا الفئتين، ولكن فريق جينكو البلجيكي ظل على معدلات التهديف العالية. الفريق البلجيكي اللي لعبنا معاه والفريق الألماني هم من خيرة الفرق الموجودة في أوروبا، يعني في وخاصة بلجيكا الحين نعرف أنها مهتمة وايد بالتكوين، و يعني نشوف عدة لاعبين بلجيكيين في البطولات، يمكن البطولة البلجيكية المحترفة مش معروفة، بس اللاعبين البلجيكيين معروفين في البطولات القوية. أيضا كان من الملاحظ خلال الدورة الودية وجود عدد كبير من أولياء الأمور الذين أتوا برفقة الفريق البلجيكي لمساندة أطفالهم. 6 hours flying and it was worth it very much. Every time we go with them, it's a great country, very friendly people. The Spires, wow, I think it's never in the whole world something like this. It's wow. مع نهاية اليوم الأخير تم توزيع الكؤوس على الفرق أصحاب المراكز الأولى، بالأضافة للهدايا التذكارية من أكاديمية سباير والتقاط الصور للفرق المشاركة في أحضان أكاديمية التفوق العلمي. للتواصل ومعرفة المزيد عن كل ما هو جديد في أكاديمية سباير زوروا أحد هذه المواقع. وصلنا لنهاية الحلقة لهذا الأسبوع، نراكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.